أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وأنت؟ بخير والحمد لله. تقرأ القرآن؟ نعم أقرأ القرآن، لأن القرآن كلام الله، وأحب أن أقرأ القرآن، وأحب أن أقرأ، أحاول أن أقرأ بصوت جميل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، أو في حديث آخر: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. من أي سورة تقرأ؟ أقرأ من سورة الفرقان. ما شاء الله ما شاء الله. هل حفظت القرآن؟ لا، ما حفظت القرآن كاملا، حفظت بعض الصور. ما شاء الله. أين تحفظ القرآن؟ أنا أحفظ القرآن في البيت وفي المسجد. أنا أستمع إلى تسجيل من الإنترنت، ثم أذهب إلى المسجد وأقرأ للحافظ. وكم سورة حفظت؟ حفظت تقريبا 40 سورة من القرآن. ما شاء الله. وأنت تحفظ كذلك؟ كم سورة حفظت أنت؟ حفظت قليلا، حفظت تقريبا 20 سورة. ما شاء الله، جيد. متى تحفظ القرآن؟ أنت تحفظ القرآن يوميا كل يوم؟ أخجل أن أقول لك. لماذا يا أخي؟ لماذا تخجل؟ لأن ما حفظت شيئا منذ سنة. منذ سنة؟ نعم. عجيب. طيب، تعال إلى المسجد معي، تعال إلى مسجد قاروني، وتستطيع أن تقابل الحافظ وتقرأ له وتحفظ هناك. نعم، سأذهب معك إن شاء الله. كم يوما هو موجود هناك في المسجد؟ هو موجود في المسجد يومين في الأسبوع، يوم الأربعاء، يوم الاثنين ويوم الأربعاء. تعال اليوم، يوم الأربعاء، تعال اليوم. لا لا، ما عندي فراغ اليوم. سألعب كرة القدم بعد العصر. أنت تحب كرة القدم؟ ها؟ نعم نعم، أحب كثيرا. يا أخي طيب، أنت تريد أن تحفظ قرآن، متى ستحفظ؟ كل يوم تلعب كرة القدم؟ كل يوم تلعب كرة القدم؟ نعم نعم، مشكلة، ما عندي وقت. عجيب. تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن القرآن سيأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. شفيعا؟ نعم. سبحان الله. إن شاء الله سأجلس معك في الفصل، وعندي فراغ إن شاء الله يوم الاثنين ويوم الأربعاء. ما شاء الله، جيد، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، شكرا. وجزاك. طيب، مع السلامة. مع السلامة. أنا أريد أن أستمر في القراءة. السلام عليكم. وعليكم السلام.